السيدات والسادة الحضور الكرام، التعليم هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بناء الإنسان وتقدم المجتمعات، كما أن التعليم يساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز من التماسك الاجتماعي، حيث يمنح الفرص المتساوية للجميع، ويعتبر المحرك الأساسي للابتكار والتنمية المستدامة والازدهار الدائم. وهذه هي الرؤية للقيادة السياسية والدولة المصرية. الآن مع كلمة دورة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فليتفضل معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء والسادة الضيوف الكرام، اسمحوا لي أرحب بحضراتكم النهاردة. والحقيقة النهاردة يوم سعيد جدا بالنسبة لي، لأن الحقيقة يعني بنشهد ثمار رؤية انتهجتها الدولة المصرية على مدار الفترة السابقة في عملية البناء والتطوير والتنمية، وهي رؤية الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص. والحقيقة مشروع بادية واحد من المشروعات اللي الدولة المصرية في إطار النهج الجديد في الشراكة مع القطاع الخاص انتهجتها وبدأت تجني ثمار هذه المشروعات. يعني الحقيقة أنا بتذكر على مدار الفترة السابقة أنا كنت حريص أن أنا أكون متواجد في افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، زي مشروع سان كابيتال هنا في اللي كانت شركة عربية، في كان مشروع ماونتن فيو الاي سيتي في القاهرة الجديدة، مشروع بادية النهاردة في مدينة أكتوبر الجديدة. منذ فترة بسيطة كنت موجود في إطلاق مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي مع مجموعة طلعت مصطفى. فالحقيقة الدولة المصرية الحقيقة حريصة جدا من خلال هذا التوجه على تعظيم عملية الشراكة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. الدولة بتدخل بالأرض والمستثمرين والقطاع الخاص بيقوموا بعملية التنمية، والحمد لله بتبقى النتيجة مثمرة وبناءة للطرفين. يمكن أنا حريص النهاردة كنت أن أنا أبقى موجود، لأن افتتاح الجامعة النهاردة جامعة بادية بيضيف بعد آخر، وهو بعد التنمية البشرية، واللي النهاردة بقى ملف مهم جدا في الحكومة الجديدة. وفي طبعا دكتور خالد كنائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية معني بهذا الموضوع، وأيضا في منصبه السابق وزير للتعليم العالي كنا بنعمل معا على كيفية استقطاب وإنشاء جامعات خاصة متميزة وجامعات حكومية، وتكون بالشراكة مع جامعات دولية لها اسمها المرموق. الدولة المصرية إذا يعني لم تخني الذاكرة، احنا يمكن في 2014 كان عدد الجامعات كلها اللي موجودة في مصر 50 او حاجة و50 جامعة، 51-52 جامعة. احنا النهاردة تقريبا 100 جامعة. في خلال 10 سنوات اضفنا تقريبا نفس العدد اللي كان موجود منذ بداية انشاء الجامعات في مصر، وده دليل على مدى حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي. وكانت رؤيتنا ان طبعا بخلاف الجامعات الحكومية اللي ليها بعد مهم جدا، ان يكون عندنا تشجيع للجامعات الأهلية، ودي انشأنا فيها عدد كبير جدا من الجامعات الأهلية بقت موجودة، الجامعات التكنولوجية. وأتذكر ودي برضو بالشراكة مع القطاع الخاص، وكنت سعيد جدا وأنا موجود في افتتاح جامعة السويدي منذ فترة ليست بالبعيدة. وبعد كده كان تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة، وإنها تكون بالشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة، زي المثل اللي احنا شايفينه النهاردة في جامعة بادية، واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة تكساس الطبية. هو ده الهدف اللي احنا عايزينه، ان يكون مصر تتحول الى مركز اقليمي للتعليم بكافة مستوياته. ونرجع تاني دايما المقولة اللي كانت بتقول ان كانت مصر في السابق هي المقصد لكل طلاب المنطقة المحيطة، ان هم عشان يجوا يتعلموا يجوا هنا في مصر. ان شاء الله بالرؤية
اللي وضعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي النهاردة احنا كلنا بنشتغل عليها وبنشوف ثمارها من خلال هذه النوعية من المشروعات. بإذن الله مصر هتبقى في نفس المكان اللي احنا كلنا بنأملها في هذا الصدد بإذن الله. المشروع ده في النهاية أنا حابب أن أنا طبعا أوجه الشكر لكل اللي ساهم في تنفيذ، مش فقط الجامعة، مدينة بادية نفسها، طبعا وزارة الإسكان بكل رجالها اللي بيعملوا في هذا المشروع، القطاع الخاص ممثل في مجموعة بالم هيلز، مؤسسة تعليم الأستاذ المرشدي كمؤسسة تعليمية، وطبعا القائمين من جامعة تكساس أنا بشكرهم على تواجدهم معنا النهاردة، وإن شاء الله إلى مزيد من التقدم والنجاح وافتتاح مشروعات مثيلة في خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم جميعا، شكرا.